الو، اهلا يا ليلى، ازيك؟ السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام. ورحمه حضرتك الله. يا استاذ، اهلا وسهلا. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا يا فندم، اهلا. كنت عايزه اسال حضرتك. انا بقالي فتره متجوزه، تمام. وجوزي غريب مش من اهلي يعني، ماشي. وحصل بينا خلافات كتير ومشاكل كتير، ويعني كانت بتعدي. تمام. بس من حوالي يومين حصل بينا مشكلة كبيرة جدا، وأنا حاليا عند بيت أهلي. تمام. وكل يعني كله بيقول لي أنت كنت بتعدي قبل كده، عدي المرة دي. بس أنا عايز أسأل حضرتك، المشكلة دي هل ينفع أن أنا أعدي فيها؟ طيب مشكلة ايه؟ ما انا عايز اعرف المشكلة ايه يعني. أنا هحكي لك. أنا يعني أنا صحيت من النوم لقيت جوزي ماسك إيدي وبيبصمني على شيكات. الله اكبر، الله اكبر. يعني هل ده وانتي ينفع؟ نايمة؟ وانا نايمه وحصلت مشكله كبيره وزعق وخرب الدنيا بقى، يعني مش يعني مش تهيؤات ولا شيكات ايه؟ لا شيكات ايه؟ مش تهيؤات، استني دي بس. حقيقه. حقيقة؟ ايوه طبعا، ايوه حقيقه. انا بقول انا لحضرتك مش مصدق. صحيت من النوم شيكات لقيت ايه يعني؟ شيكات ايه؟ على بياض. شيكات شيكات ايه؟ على بياض، ليه؟ دكتور شيكات على بياض ليه؟ ماسكه هو بيبصمني انتي عليه. معاكي فلوس؟ لا، مع هو عارف، هو عارف انا هجيبها منين. امال يعني بيمضيكي ليه على الشيكات على حضرتك، انا بياض؟ يعني انا كاسرتي عيله محترمه وكويسين، بس على قدنا. هو ايوه. عارف هو عايز ايه يعني هي الاستاذ دعاء بتقول لحضرتك ايه بالبصمه. الهدف ان هو يبصمك على شيكات؟ ليه حاجه يعني عايز عندك؟ ايه؟ في حاجه يعني؟ ايوه. حضرتك، هو بايع ذهبي وبيقول لي ان هو هيجيبه لي، يعني محدد لي خلال شهر 9 ان هو هيجيبه لي. فانا بقول ان هو بيحاول يبصمني بحيث ان يبقى ده معدي توقع يعني، فبقول له توقع. ده توقع، انا مش عارفه طب هو بصراحه. لما انت يا فندم، اما انت واجهتيه قال لك ايه؟ دي مهم قوي. لا، قال لي انا ما لحقتش اعمل حاجه وكانت ساعه لا الشيطان واجهتيه وغلط بتعمل عني. كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ انا حضرتك، انا صحيت من النوم، يعني انا حسيت ان في حاجه في ايدي، قمت كده مفزوعه، لقيته قاعد جنبي وفي ايده دفتر شيكات وبصامه. وبصمت فعلا والبص ولا ما لحقتيش؟ ما مش عارفه. انا بقول لحضرتك انا صحيت من النوم مفزوعه، بس ايدي صباعي كان عليه، كان عليه الحبر، حبر. الحبر. بس لكن انا مش عارفه طب بقى، متجوزه ربنا بقالك هو قد ايه يا فندم؟ العالم. متجوزه بقالك قد ايه، ايه؟ متجوزه بقالي 3 سنين ونص. عندك عندك اولاد؟ ولاد؟ ايوه. لا، وكمان يعني في حكايه الخلفه دي انا مش مقصره طب بتقصير انا هسأل سؤال يا يعني. فندم، جاوبيني بصراحه. حاضر. جوزك بيصلي وانت بتصلي؟ انا بصلي بس هو مش بيصلي. طيب زوجك يعني منضبط في، ملوش علاقات مش خارجيه ولا منضبط في حاجه خالص، ليه علاقات خارجيه وحويط نسائيه يعني؟ وغامض. لا، كعلاقات نسائيه الله اعلم بيه، ما عشان طيب برضه ما اقولش ليه وانا مش عارفه. حاضر يا فندم، بس حاضر. هو غامض جدا جدا جدا. يعني ايه غامض؟ يعني ما تعرفيش بيشتغل ايه ولا بيكسب؟ لا، هو في الشغل، هو مع ابوه في الشغل، بس انا ما اعرفش بيروح فين، بيجي منين، تليفوناته بتجيله كتير، ما بعرفش مين كده، ما بيحبش يحكي لي خد حاجه، ما بعرفش ذهبك اعمل يعمل حاجه. بيه ايه؟ خد ذهبك عمل بيه ايه؟ هو خد ده بيقول لي ان انا كنت مزنوق في حاجه وبعته، ومش عارفه وما ذهبي تعرفيش الحاجة كمان. 150 جرام، مش عارفه راحت فين، اتعمل بيها ايه. لا جبنا حاجه في البيت، ولا انا شايفه ان هو بان عليه حاجه هو بيشرب اقدر يا ان فندم؟ انا اسكت بيشرب؟ بيها. بيشرب لا، حاجة؟ هي السجاير بس. طيب. طب وانت انا قررت كنت ايه؟ انت قررت ايه يا فندم؟ ممكن اعرف؟ انا بعد اللي حصل بينا ده، انا جيت عند بيت اهلي، بس لسه ما عرفتش ولا امي ولا اخواتي. حاضر يا فندم، حاضر. قلت له يعني انا هاخد قرار مع نفسي، هفكر هشوف انت ليه عملت كده، وهصلي استخاره مره واتنين، حاضر. لو لقيت ان انت لسه. هو يعني فكنت ندم عايزه استفاده من وبيتحايل حضرتك. عليكي، بيقول لك كانت ساعة شيطان ومشيت؟ بس هل حضرتك يا دكتوره دي ممكن يكون لحظه ندم فعلا؟ مراتك اللي معاشراك بقالها 3 سنين ونص تعمل فيها كده، طيب السؤال لو عشان على اعرف ايه؟ اجاوب حضرتك، انت عايزه ترجعي له وحبتيه ولا انت ما صدقتي لا جت حاجه؟ انا، لا انا عايز اسال حضرتك، هل ان انا لو طلبت الطلاق كده يبقى حرام؟ انا بسالك، ما انا هجاوبك بعد ما حضرتك. انا بسال لا، سؤال. انا مش مرتاحه معاه طول فتره الجواز دي كلها، مش عارفه حياتنا. طيب يعني الجواز بين الزوجين موده ورحمه، وانا ما حاضر. فيش في حياتي ولا موده ولا رحمه. طبعا. حاضر يا فندم، حاضر حاضر. ايه فضلت الشيخ؟ انا مش عارف، عارفه فيه مثل بيقول لك كده لا تعليق حاجه، تصدقي بالله انا مش قصدي على ده. اللي يعمل كده الشيطان يجي يتعلم منه، الشيطان يبقى تلميذ عنده. ازاي يبقى مراته اللي هو ربنا قال في حقها واخذنا منكم ميثاقا غليظا،
اللي انت حطيت ايدك في ايد باباها او ولي امرها وقلت على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وان اعاملها معامله طيبه، انت زوج خائن العهد يا ست. لا لا، ان صدق كلامها وما سمعناش الطرف الثاني، ان كان الكلام صدق انا ما امنش عليك معاه ولا ثانيه. لو انت بنتي ولا انت اختي، والله انا طلقك دلوقتي اهو مش بكره. ازاي ما تضيق يا فندم؟ ده ممكن بقى يضربك ولا يقتلك ولا يعمل فيك اي داهيه في اي مصيبه. فده ده 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 متخصص في الحاجات دي، ده شياطين الجن يتعلموا منه. فبصراحه لو كانت الرؤيه دي صادقه، لو كان الموضوع ده صادق، حضرتك اخلعي منه فورا، مش تخلعي على منه خلع، لا طلقي وخد حقوقك. وكمان هي بتقول انا لا حبيته وانا ما فيش موده ورحمه وانا مش مستقر عاطفيا. طب تقعد معاه ازاي؟ وازاي يجي انا اول مره في حياتي انا سمعنا يا فندم ان واحد بصم ميت. شفت كده والله دخل يغسله، ابنه جاب ايد الميت وبصمه، والله حصل فعلا. من ما هو المال قسما بالله، واحد مره المصيبه بتاعت المال بقى، واحد مره يا فندم بيت في نبوه، والله ده حصل. عايز اشوف ابويا، اشوف ابويا في القبر نظره الوداع وهيموت نفسه. قال يا جماعه يخشوا نظره الوداع، اقسم بالله ده حصل. وبعدين غاب جدا جوه جدا جدا. فدخلوا يشوفوه لقوه جايب البصامه وجايب العقد وتنازل وبيبصم ابوه اللي ميت جوه تربته. خد بالك اللي حصل بقى، مسك صباع ابوه على التنازل وبيبصم ابوه، مات جنبيه، اندفن معاه. فانا بنادي بقول لك سيبك منه وينفدي بجلدك، والخساره القريبه ولا المكسب البعيد، ده لا يؤتمن لا يؤتمن لا يؤتمن. وانت لسه صغيره، لسه حياتك جايه، توكلي على الله.